أخبار اليوم. إذا سقط جسم كتلته 500 جرام من ارتفاع، يبقى هنا ادانا الجسم كتلته 500 جرام من ارتفاع ما عن سطح الأرض، وكانت كمية الحركة اللي هي الميم بالدهالي بتساوي عند اصطدامه بسطح الأرض 8400 جرام متر على الثانية. وانت بتحل بقى تاخد بالك ان ممكن واحد يغلط في حاجة، زي هو حافظ حفظ بس جرام سنتيمتر على الثانية يا اما كيلو جرام متر على الثانية. لما يدينا جرام متر على الثانية، طب ما احنا المتر ده لو خليناه سنتي يبقى دي بقت 8000 وادي 400، وادي لما نضرب دي في 100 يبقى بقت جرام سنتيمتر على الثانية، اللي هي الحاجات اللي انتوا عارفينها كويس. طب ايه قانون كمية الحركة؟ كمية الحركة القانون بتاعها كاف في عين. يبقى خلاص ما بقتش مسألة، انت هتجيب دلوقتي عايز الارتفاع، يبقى هنا مين بتساوي 8400 وادي السفرين بتساوي كاف اللي هي 500 جرام، هيطلع لي السرعة. السرعة اول ما ينزل الارض، يبقى هنقسم على 500، يبقى السرعة بتساوي 840 الف على 500. الاجابة بتطلع بتاعة السرعة 16.8 من عشرة متر على الثانية. يبقى هترجع للقانون بتاع قوانين الحركة، اللي هي عين تربيع بتساوي عين صفر تربيع زائد اتنين د ف. يبقى دي السرعة اللي احنا جبناها 16.8 من عشرة متر تربيع بتساوي عين صفر، وقال سقط كان من سكون، يبقى بصفر زائد اتنين في 9.8 من عشرة في فيه. مين فيه دي بقى؟ هو الارتفاع الذي سقط منه، اللي هو بيقول اكمل. هتطلع لما تعوض بالآلة ان الارتفاع بيساوي 14.4 من عشرة متر. ده الارتفاع اللي هو كان بيقول اكمل. كل جزئية من دول عليهم درجة واحدة بس. جسم تحت تأثير القوة قاف بتساوي 4 س ناقص 3 ص، حيث س وصاد متجهة واحدة متعامدين، فإن القوة التي تجعل الجسم يتحرك بسرعة منتظمة. الجسم عمره ما هيتحرك بسرعة منتظمة إلا إذا كانت ج بتساوي صفر، وطالما ج بصفر يبقى كاف ج بتساوي صفر. يعني معنى كده إن هو محصلة القوة بتساوي صفر، وهو بيقول إن هي قوة واحدة، يبقى معنى كده إني عرفت إن القوة اللي هتتزن معاها اللي هي قاف واحد زائد قاف اتنين دول بيساوي صفر. يبقى القوة اللي كان عايزها اللي هتتزن مع القوة دي اللي هتبقى بتساوي سالب 4 س زائد 3 ص، هي اللي هتخلي الجسم يتحرك بسرعة منتظمة. الجزئية الرابعة، علق جسم كتلته كاف في خطاف ميزان زنبرقي مثبت في سقف مصعد، فتحرك لأعلى بعجلة 2 من عشرة متر على الثانية. لما هيتحرك لأعلى، مسائل القانون التالي بتبقى كاف ج بتساوي، طالما الأعلى يبقى الشد أو رد الفعل أو أي حاجة لفوق ناقص الكاف د. هو تحرك لأعلى وكان ميزان زنبرقي، يبقى هنا شد كاف ج بتساوي ش ناقص كاف د، لانه تحرك لاعلى بعجله 2 من عشرة متر على الثانيه. يبقى انا معايا دي 2 من عشرة، وما ادانيش بيقول وكانت قراءه الميزان، يبقى ش بتساوي 5. احذروا بقى التحويلات، لما يبقى 5 ثقل كيلو جرام يبقى لازم تتحول للنيوتن، يبقى في 9.8 من عشرة ناقص كاف اللي مش عارفها في 9.8 من عشرة، وهنا كاف في 2 من عشرة. هو كان بيقول فإن كتلة الجسم، يبقى أنا هودي دي من هنا وآخد عامل مشترك، يبقى كاف في 2 من عشرة زائد 9.8 من عشرة بتساوي 5 في 9.8 من عشرة. يبقى دي بقت كاف حجم عدول، يبقى في 10 بتساوي 5 في 9.8 من عشرة. هقسم دلوقتي على 10، يبقى الكاف بتساوي دي 5 في 9.8 من عشرة، يبقى 49، بتطلع 4.9 من عشرة كيلو جرام. وضع جسم كتلته كاف، وهنا جسم ثاني نازل من البكرة كتلته 2 كاف. دي كده مرسومة بالمنظر ده، طبعا معروف ان هنا بيبقى فيه ش وهنا بيبقى فيه ش. بيقول
والجسم ده موضوع على مستوى أملس يميل على الأفقي بزاوية قياسها 30 درجة، يبقى أنا عرفت إن دي 30 درجة. بيقول تحركت المجموعة من السكون، يبقى عرفت إن N صفر بتساوي صفر. إيه اللي طالبه أكمل؟ بيقول عايز عجلة الحركة. إيه اللي هيجيبها؟ خلاص بأي طريقة بقى يبقى ياخد درجة بتاعتها. أمسك الجسم ده أقول له 2 كاف جيم بتساوي، طبعا ده هيبقى نازل كده، هيبقى هنا 2 كاف د ناقص ش، وده هيبقى طالع الجسم كاف كده، هيبقى كاف ج بيساوي طالما طالع فوق يبقى ش ناقص ايه اللي بيؤثر عليه لتحت اللي هو كاف د جاهي، وخلي بالكم عشان المستوى املس يبقى كاف د جاهي. دي كده طارت، يبقى 2 كاف ج زائد كاف ج بالجمع هيبقى 3 كاف ج، وهنا الشين مع الشين طارت بقت دي اللي هي كاف 2 كاف د، وهنا كاف د جاهي، والهي معروفه الجاه بتاعت ال 30 درجه بنص. يبقى هنا 2 كاف د ناقص نص كاف د تطلع 3 على 2 كاف د. الدال اللي ممكن نسيبها زي ما هي واطير دي مع دي كده، وهنا هقسم على ال 3، يبقى معنى كده ان ج بتساوي نص د. هو كده خدنا الدرجه بتاعتها على طول، اول ما نقول اكمل يبقى ج بتساوي نص د، خدت الدرجه بتاعتها.